بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع نابغة من نوابغ الإنشاد في مصر ومن أبناء الأزهر الشريف الشيخ عبد الرحمن محمد عباس. برحب بك مرة تانية يا شيخ عبد الرحمن. الله يرحب بحضرتكم. منورنا ومشرفنا. ومن العلامات البارزة في الإنشاد والمنشدين عندنا في مصر الشيخ الفيومي. وانت قلت لي انك هتقول حاجة للشيخ الفيومي نسب شريف، فيلا سمعنا كده. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا لا زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حمى حماه وطهرا وكيف لا والعقد فيه المصطفى وكيف لا والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله وفروعه بجنابه فأصوله وفروعه بجنابه نالت من المولى عطاء وافرا. اللهم صل عليه صلى الله عليك وسلم. يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، كلام طيب مبارك عن نسب سيدنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. مين تاني عبد الرحمن بتحبه من المنشدين وبتقتدي به؟ من المبتهلين الكبار سيدنا الشيخ الفاشني برضه ما شاء الله، والشيخ ناصر الدين طبار. طب تقول لنا حاجة للشيخ الفاشني؟ الشيخ الفاشني؟ ماشي. تقول لنا ايه بقى؟ ناخد الحتة المشهورة بتاعته بتاعت الكرام. طب يلا. يا سيد الرسل الكرام، يا أيها المختار، يا أيها المختار. نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني مديح سيدنا النبي بيرقق القلب
وبينقي الروح ويهذب النفس. وبقول لكم دايما أقصر الطرق التي تقربك من محبة رسول الله كثرة سماع مدحه الشريف. ورحم الله الإمام الرواس إذ يقول: مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا، ولن يكشف المولى لمداحه سترا. المداح مستور دنيا وأخرى، لأنه يمدح الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم.